مرحبا أصدقائي، أهلا وسهلا بكم. جمعة مباركة علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية. اليوم راح نسوي وصفة كبة الحامض شلغم أو الحامض شلغم بطريقة كلش طيبة، على الطريقة المصلية، كلش طيبة ولذيذة. طبعا أتمنى تشاهدون الفيديو للأخير، دوسون لايك، تعليق حلو، وللمقادير مثل ما تشوفون هنا عندي سلق مثروم، مقطع ومثروم يعني متوسط، لا ناعم ولا خشن. هنا عندي شلغم تقريبا ثلاث قطع أو حبات شلغم، أنا نظفتهم قشرتهم قطعتهم مكعبات. عندي هنا القرع العسلي أو القرع الأحمر الجبلي مقطع أيضا، هنا أنا مثلجته لذلك عليه شوية ثلج وطلعته من المجمدة. هنا عندي ثوم تقريبا عندي نصف راس ثوم مثروم. عندي هنا بصلة كبيرة مقطعة مكعبات متوسطة، وأكيد عندي كبة الجريش اللي سويناها في أحد الفيديوهات السابقة. ننتقل أصدقائي إلى طريقة العمل. أول شيء راح نخلي القدر على النار، نخلي به كمية من الزيت تقريبا 3 ملاعق زيت، أنتم بكيفكم تزيدون تنقصون. ممكن أن تسلقون لحم إذا تحبون تسووها على لحم، تسلقون لحم وتكملون بهاي الطريقة نفسها. أنا سويتها بلا لحم لأن راح أخلي وياها الكبة. ممكن تحطون لحم غنم، لحم بقر، أي لحم يعجبكم. أول شي بعد ما سخن عندنا الزيت أنزل البصل هو وأظل أقلبه إلى أن يذبل البصل بهذا الشكل. بعد ما نزلت البصل هسه راح أنزل السلق المقطع وأكمل طبخه أو أطبخه حتى يذبل. هنا ذبل عندي البصل مثل ما تشوفون، نزلت بديت انزل السلق. اكلة طبعا صحية 100%، كلها فيتامينات، كلها معادن، خضرة مليئة بالخضرة تخلي جسمنا يقاوم نزلات البرد، وخاصة احنا فصل شتاء وبارد الدنيا. هسه ننزل الثوم ونظل نقلب حتى يذبل السلق، يبدي ينزل شوية من المي اللي بي، وأرجع أحط اللفت. حس مرحلة ثانية أقلب السلق، أتأكد إنه شوية نزل ماي، انتظر شوية. راح انزل اللفت او الشلغم، الاخوان العرب يسمون اللفت او الشلغم احنا نسميه. طبعا الشلغم اصدقائي اكو نوعين عادة، شلغم ابيض وشلغم احمر. الشلغم الاحمر هو اللي نستخدمه في عمل المخللات، والشلغم الابيض هو اللي نطبخه. يعني حبة الشلغم بيها راس شوية على وردي او زهري، هذا الشلغم الاحمر. الشلغم الابيض يكون كله ابيض او بيه خضار يعني، فهنا يعني تنتبهوا لها. ولو هو ماكو فرق ممكن نطبخه ايضا الشلغم الاحمر، لان يعني احنا هنا بالمانيا انا ابد ما القى شلغم ابيض، فانا هنا طبخت الاحمر. هنا ضفت القرع العسلي، واستمر بالتقليب. طبعا هو اذا تسووها ما تطول طبختها يعني هواية، 3/4 ساعة تكون الطبخة كاملة إذا متوفرة كل هاي المواد ومجهزيها. استمر بالتقليب بهذا الشكل أصدقائي. راح نستمر بتقليب الخضروات كلها مع بعض، وراح نبدي نضيف النكهات. أول شي راح نضيفه هنا، المعروف إنه الحامض الشلغم هو حامض، طعمه حامض، فهنا انا ضفت كمية يعني شوية، نصف ليمونة، عصرت نصف ليمونة وضفتها. ممكن تضيفون ليمون جزي اذا ما عندكم الليمون متوفر،
والميزة اللي بكبة الحامض أو الحامض الشلغم اللي يسووه أهل الموصل إنه يحطوا له السماق. بجنوب العراق ما يحطوا له السماق، بالموصل يحطوا لها السماق تطلع كلش طيبة. فأنا هنا ما عندي، هنا حطيت ملح. نحنا هنا بألمانيا ما عندي سماق الخشن حتى أنقعه وأصفيه من المي وأضيف مية، لكن عندي سماق مطحون ناعم وطعمه أيضا طيب. فهنا أنا ضفت تقريبا ملعقة ونص أكل كبيرة سماق مطحون إلى الخلطة. طبعا جربوها أصدقائي بالسماق الصحيح، أنه تنقعوه تقريبا شي ساعتين وبعدين تصفون مية وتحطوه، طعمها كلش 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 طيب، يفرق يختلف بنكهة السماق. أقلب هاي المواد كلها، طبعا ضفت أنا أيضا الملح، وهسه راح نخلي عصير الطماطة أو معجون الطماطة. هنا عندي أنا هذا النوع اللي أستعمله هو عصير الطماطة الثخين، ممكن تضيفون أيضا معجون الطماطة وأيضا نضيف لها مي حتى نسوي المرق مالتها. أضفت لها مي وراح أتركها تغلي على النار وأشوف طعمها شلونه. طبعا أحتاج أنا بالمقادير اللي ذكرتها بالمقدمة، ما ذكرت لكم أنه إحنا نحتاج تقريبا ملعقتين إلى 3 ملاعق أكل مليانة من الرز المصري، تكونون ناقعيها يعني من فترة ساعة ساعتين قبل ما تشتغلون بالطبخة. بعد ما تنقعوها، شوفوا هنا بدت المرقة تغلي بهذا الشكل. هنا على جنب أنا حاطة التمن اللي ناقعته، التمن المصري لازم يكون تمن مصري مدعبل أو يفضل. بعد ما نقع هنا ندقه شوية بالهاون أو بالمدق، ندقه ونحطه فوق المرق، ينطيها فد نوع من الثخن، تكون شوية ثخينة مثل الشوربة تصير، ويصبح طعمها يعني حتى إذا ما حطيتوا لها هنا الكبة تاكلوها لحالها كلش كلش طيبة. هنا بدأت تغلي وبديت أحسها إنه خلاص يعني بدأت تستوي، فأنزل عليها أبدي أنزل عليها الكبة. لازم تنزلون الكبة يكون المرق دا يغلي حتى لا تتفلش عندنا الكبة. أنزل عليها الكبة وبهذا الشكل أتركها تقريبا 10 دقائق تغلي، وأطفي النار وأتركها على حرارة المشعل أو الطباخ اللي إحنا عندنا، هاي الطبابيخ الزجاجية تبقى حارة فتبقى يعني تتخدر أو تتهدر. أنتوا إذا تحبون نصوا العين كلش إذا طباخكم غازي. وبهاي الشكل بهذا الشكل أصدقائي انتهينا من عمل الحامض شلغم ويا كبة الجريش. طبعا كبة الجريش أنا مسويتها في فيديو سابق، اللي يحب يرجع لها في الفيديوهات، ويا كبة السراي. وأقول للمشتركين الجدد أو المشاهدين اللي دي يشاهدوني، أرجو الاشتراك تفعيل الجرس. ولكل المشتركين أهلا وسهلا بكم، لا تنسون تعليق الحلو الكومنت الحلو، وأتمنى لكم أوقات سعيدة وأهلا وسهلا بكم.